لبنانزي والله بتعمل هيك بعدين دراويش. لا ما بنشال قلت له قبل ما يحمله قلت له تغير لي مضروب ما لا خديجي مضروب ولا شلون عندهم تشمه؟ طريقة ايش ان شاء الله؟ مسلمين بنفسج ايوه هون بروح ما برجع ايوه كنت عم نصلي نهار الجمعة والله فهمان قبل هالمرحلة كانت مرحلة هي نوعا ما فيها سكون نوعا ما فيها القصف كان على نطاق ضيق مناطق محددة قرى محددة الآن القصف متجدد على جميع قرى ريف حلب الغربي ريف حلب الغربي وإدلب هذا القصف أثر بشكل كبير على جاهزيتنا وقدرتنا على العمل عم نبذل كل جهدنا خلال 24 ساعة تواجد في المراكز حتى نحن نحسن نستجيب لكل النداءات اللي بتتوجهنا خلال الساعة ايش نسيلو؟ عنا قلابين هلا بدنا نبعتهم خطرة ولبكرة تأجلوا لبكرة بتساوي بح لم يعد هناك مستشفيات بسبب قصف آخر مشفى كان مشفى الإيمان في منطقة أورم تم قصفه بشكل مباشر أخرجوا عن العمل دمر المشفى بشكل كامل انتقلنا نحن لمرحلة ثانية هي إلى ما بعد أورم أي حالات عنا حرجة أي حالات بدها إسعاف رح عم ننتقل فيها لأبعد من هيك هذا أثر كتير كبير لإنسان أي إنسان جريح أي إنسان بده بسرعة العلاج بإيقاف النزيف بده علاج سريع حاليا اليوم نحن عم نخسر وقت وهذا الوقت اللي عم بكلفنا عم بكلف أرواح أكبر حدا خسر هو المدني اللي مثلا هو موجود في هاي المنطقة اللي احنا موجودين فيها تهجر راح لتحت الزيتون لتحت الشجر بالمخيمات كان في عنا عدد معين من السلل يدخل شهريا اليوم تخفف هذا العدد هذا راح يأثر سلبا بشكل كتير كبير على المدنيين بشكل كتير كبير راح يأثر على حياتهم على نمط معيشتهم على كل تفاصيل حياتهم إن شاء الله تفرج على الجميع والله يا عمار يلا نطلع سوا ان شاء الله شيء عيلتي 10 اشخاص جبته لهوني وبركت بخان العسل صلي هلا بيجي 4-5 ايام من قصف طورا ما نجي ناخذ خضره بدنا ناخذ شيء ما عم نلاقي ملتزمات الخبز الحياه كل العالم لسحت الحوالي ضربوا الاسواق ضربات ما بعرف هلا صلي 4-5 ايام انا محوصر هون يعني بدي ملتزمات الحياه طعمي هالعيش 10 اشخاص ما بلاقي لا مالي معي غير الله الدائنة جماعات قال بتروح بدهم الجاسية ما معي الجاسية جيد قالوا الجماعات على دفاع المدني جينا لهون على دفاع المدني بارك الله فيهم بدهم يأمنوا لنا سيارة والله يحميهم وخليهم يا رب بدنا نطلع على المخيمات يا رب العالمين يا الله ما لنا معي غيرك يا رب العالمين